بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميره. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه، وتكونوا متدفين في الجو التلج اللي احنا فيه ده ان شاء الله. النهارده باذن الله هشتغل معاكي طريقه عمل بونشو سهل وبسيط وبتكرار لسطرين اتنين بس. تفضلي تكرري في السطرين لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، وبتلاقيهم بيمشوا معاكي بسرعه لان الغرز سهله جدا. انا هنا اشتغلت لسن من سنه لحد سنتين ونص او ثلاثه، وطبعا انت تقدري تشتغلي المقاس اللي انت عايزاه ولجميع الاعمار سواء اطفال او كبار، حسب ما بتاخدي مقاس دوران الراس، وبتفضلي شغاله لحد الطول اللي انت عايزاه. وكمان تقدري تعمليه صيفي او شتوي، لو عايزاه صيفي هتستخدمي خيط قطن، ولو عايزاه شتوي هتستخدمي خيط صوف. انا هنا اشتغلت بخيط تركي اسمه فوليا، والخيط ده انا لما جبته ما عجبنيش، لان لما اشتغلته هو على فتلتين اصلا زي ما انت شايفه كده. لما جيت اشتغلته لقيته ضعيف في الشغل، فانا اشتغلته على اتنين، يعني خدت الشله من جوه وخدت الفتله اللي بتبقى من بره، واشتغلته على 4 فتلات زي ما هو كده، فطلع حلو معايا وزي ما انت شايفه كده ماسك نفسه. يعني لو الخيط ده عندك او متوفر تقدري تستخدميه، حلو ورخيص وما بياخدش وقت وبيرمي معانا في الشغل. واشتغلته بابره مقاس 4.5 الالومنيوم. طبعا انت تقدري تستخدمي اي خيط انت عايزاه، وطبعا مقاس الابره بيبقى موجود على الخيط. اما كميه الخيط دي حسب السن اللي انت عايزاه، وحسب كمان المقاس. يعني انا ممكن اقول لك ان ده خد مني حوالي 150 جرام، انت ممكن تعمليه بخيط تاني ياخد اقل او اكتر. كميه الخيط دي بتبقى حسب نوع الخيط. تمام، انا كده قلت لك كل تفاصيل البونشو، ولو حبيت تسالي اي سؤال ان شاء الله اجاوبك عليه في تعليق مثبت باذن الله. يلا بينا نبدا على بركه الله. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس وتوصيلي لايك عشان تشجعيني اعمل كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. البونشو بيبدا من عند دوران الراس، يعني من عند الرقبه. فاحنا هنا هنحتاج ان انت تشوفي السن اللي انت عايزه تشتغلي له البنشو ده سن كام سنه، ويكون عندك جدول مقاسات الطواقي، وده هتلاقيه على جوجل متوفر. هتلاقي السن وقدامه مكتوب مقاس دوران الراس، فانت هتعملي سلسال بمقاس دوران الراس يقبل القسم على 16. هي الغرزة ممكن تقبل القسم على 4 وممكن تقبل القسم على 8، بس عشان يطلع العدد معاكي مظبوط وتطلع الغرزة من هنا عددها نفس عدد الغرز من جنب التاني، هنعملها تقبل القسم على 16. تمام، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل السلسال بمقاس دوران الراس يقبل القسم على 16. بنعلم على اول سلسلة وبنعلم على اول سلسلة بعد النص. يعني انا هنا هعمل معاكي 64 سلسلة كعينة، فهحط علامة على اول سلسلة، ونص ال 64 32، فحط علامة على ال 33، السلسلة رقم 33. هنا انا اشتغلت معاكي البنشو ده من سن سنة لحد 3 سنين، اشتغلت 80 سلسلة. يعني انت هيطلع عندك عدد السلاسل ده حسب السن اللي انت عايزاه، وكمان حسب سمك الخيط. يعني ممكن تعمليه بخيط رفيع فتحتاجي عدد سلاسل اكتر، ممكن تعمليه بخيط سميك تحتاجي عدد سلاسل اقل. المهم ان انت هتعملي عدد سلاسل يقبل القسم على 16. تمام كده، نبدا بسم الله. انت هنا هتحتاجي يكون معاكي 2 ماركر او فتله او اي حاجه تعلمي بيها. تمام، انا هنا هشتغل معاكي 64 سلسله كعينه، فهحط علامه على اول سلسله وعلامه على اول سلسله بعد النص اللي هي رقم 33. وانت طبعا هتشوفي السلسله قد ايه وهتقسميه بالنص، وهتحطي العلامه على اول سلسله وعلى اول سلسله بعد النص. فانت اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هتعملي عقده البدايه. تمام، وهتشتغلي سلسله، وعلى السلسله دي هتحطي علامه عشان السلسله دي هي اللي هنشتغل عندها الزاويه في الجنب ده، هتحطي علامه كده وتقفلي عليها كده. انا اشتغلت سلسله، اشتغل 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16، هما 16 سلسله دي اللي بتكرريهم. فانا هشتغل لحد ما يبقى عندي 32 سلسله. انا كده اشتغلت لحد ما بقى عندي 32 سلسله، هشتغل السلسله رقم 33 واحط عليها العلامه عشان دي هتبقى الزاويه الثانيه اللي هتخلي البونشو يبقى مثلث معاكي. تمام كده اشتغلت على 33 34 35 36، هكملهم لحد ما يبقى 64 سلسله. بعد ما اشتغلت ال 64 سلسله
هتظبطي كده بقى انتي السلاسل عندك عشان خاطر ما تلفش معاكي، يعني هتظبطي كده تمام، هتخلي السلسال كده يبقى ايه مظبوط بحيث انه يبقى ايه قدامك كده تمام. هتروحي جاية ايه داخلة على اول سلسلة بعد ما ظبطتي، وتعملي ايه منزلق كده. انتي قفلتي السلسال، السلسال ده زي ما انت شايفه كده اهو، الاتنين قد بعض من الجنب ده قد من الجنب ده، وهو ده اللي هيساعدك ان انت يبقى البنشو مظبوط عندك وما يبقاش لافف، لان في ساعات لو حسبنا عدد سلاسل غلط بيطلع عندك لافف. تمام كده احنا هنشتغل اول سطر، واحنا عندنا البنشو تكرار لسطرين اتنين بس، وطبعا انت تقدري تشتغليه ساده او بلونين زي ما انت عايزه. اول حاجة هنا احنا هنشتغل فوق العلامة دي، هنشتغل الزاوية اللي هي عبارة عن انت هترتفعي 3 سلاسل، والتلات سلاسل دول بنعتبرهم عمود، وبعدهم هتشتغلي عمودين، هتشتغلي سلسلتين، ودول هيبقوا الفرق بين العمود والعمود اللي بعده. هتدخلي على العلامة كده، السلسلة اللي فيها العلامة، وهتشتغلي عمود كمان تمام. يبقى انت كده تعتبري اشتغلتي عمود سلسلتين عمود، هتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي جوه في نفس المكان السلسلة اللي عليها العلامة وهتشتغلي عمود. يبقى انت كده اشتغلتي عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، دي كده الزاوية عندك. اما بقية الغرزة عندك كلها عبارة عن عمود سلسلتين عمود. هتاخدي لفة على الابرة وهتعدي سلسلة اتنين تلاتة، وعلى الرابعة هتدخلي تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود في نفس المكان، يعني على السلسلة رقم 4 هتشتغلي عمود سلسلتين عمود. هي الغرزة كلها ماشية عندك بالطريقة دي. هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي سلسلة اتنين تلاتة، وعلى الرابعة هتدخلي تشتغلي عمود سلسلتين وعمود. يبقى هي الشغل كله ان انت بتسيبي 3 سلاسل، وعلى الرابعة بتشتغلي عمود سلسلتين عمود. هتسيبي سلسلة اتنين تلاتة، وعلى الرابعة هتدخلي تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وهتفضلي تكرري كده. بتسيبي 3 سلاسل، وعلى الرابعة بتشتغلي عمود سلسلتين عمود لحد ما توصلي للعلامة دي، وحاجة اوريكي هنشتغل ازاي. ده كده هيبقى شكل السطر عندك ماشي عبارة عن ان انت بتسيبي 3 سلاسل، وعلى الرابعة بتشتغلي عمود سلسلتين عمود بنفس الشكل ده كده. تمام انتي كده وصلتي لحد العلامة، بقى عندك 1 2 3 والرابعة هي اللي عليها العلامة. هتدخلي وتشتغلي الزاوية. يعني ايه الزاوية؟ يعني ان انتي بس هتزودي عمود وسلسلتين، فانتي اشتغلتي عمود سلسلتين وعمود تمام. ده كده العادي اللي بنشتغله على طول، بس عند الزاوية بتزودي سلسلتين وعمود. يعني احنا كده اشتغلنا على الزاوية اللي هي على العلامة عمود سلسلتين عمود وسلسلتين وعمود، ده اللي زودناهم سلسلتين عمود زي ما اشتغلنا هنا كده في الاول. فبقت عندنا الزاوية من جنب ده والزاوية من جنب ده، ده اللي هيديكي الشكل المثلث. هتفضلي تكرري، تاخدي لفة على الابرة، مفيش سلاسل ولا اي حاجة، تاخدي لفة على الابرة وتسيبي سلسلة اتنين تلاتة، وعلى الرابعة تشتغلي عمود سلسلتين وعمود، وهتفضلي تكملي بنفس الشكل ده. ان انتي بتسيبي 3 سلاسل، وعلى الرابعة بتشتغلي عمود سلسلتين وعمود، وهتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي لحد الزاوية اللي في الجنب التاني. الغرزة هنا انا قلتلك ليه تقبل القسم على 16، هي بتقبل القسم على 4، وممكن تقبل وممكن تعمليها من تكرار الـ4 او الـ8، بس في الوقت ده لو طلع عندك العدد فردي فهيبقى الجنب ده اكبر من الجنب ده، فانا لقيت ان انسب عدد هو العدد 16، هو اللي هيطلعهم لك مظبوطين من غير ما تتلخبطي. تمام بعد ما وصلنا لنهايه السطر الاول واشتغلناه كله عباره عن عمود سلسلتين عمود على ربع سلسله، وما تتلخبطيش وتعملي بعد العمود التاني سلاسل، لازم يبقى ماشي كده بنفس الطريقه. اخر السطر هتدخلي على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، تعدي 1 2 وتدخلي جوه التالته وتسحبي وتقفلي بمنزلق كده. انت قفلتي السطر الاول، وزي ما انت شايفه كده هيبقى عندك العدد من هنا نفسه هو العدد من الناحيه التانية. دلوقتي احنا هنغير لون الخيط، فهنعمل حركه بسيطه كده بحيث ان احنا كل ما هنطلع سطر هيبقى معانا نفس الخيط من غير ما تقعدي تقصي كل شويه. هتدخلي كده
وهتسحبي المفروض بمنظرك. فانت بدل ما هتاخدي الخيط ده اللي هو اللون اللي معاكي هو اللي تحت الابره، لا انت هتاخدي اللفه باللون التاني، فهتعملي عقده البدايه في اللون التاني وهتسحبي اللفه دي وتعديها كانك كده عملتي منظلقه بس غيرتي اللون. تمام، يبقى انت كده غيرتي اللون وهيفضل معاكي الخيط كده، هتجيبيه الناحيه التانيه كده عشان ما يقعدش يدخل معاكي في الشغل، وهتشتغلي بقى باللون اللي انت شبكتيه. السطر التاني هترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود، وهتدخلي تشتغلي على السلسلتين دول جوه السلسلتين 3 أعمدة، وبال3 سلاسل يعتبر اشتغلتي 4 أعمدة. تعملي عمود، 2، 3، احنا كده يعتبر اشتغلنا 4 أعمدة. انت كده شغالة على الزاوية، يعني عندك هنا الزاوية كله ماشي معاكي عمود سلسلتين عمود، بس عند الزاوية بيزيد معاكي سلسلتين وعمود، فهتشتغلي سلسلة وهتروحي على السلسلتين اللي بعدهم وتشتغلي جواهم 4 أعمدة، 1، 2، 3، 4. دي كده الزاوية عندك. السطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة، هتشتغلي سلسلة وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم اللي بين العمودين وتشتغلي جواهم 4 أعمدة، 1، 2، 3، 4. بعد ما بتشتغلي ال4 أعمدة جوه السلسلتين بتشتغلي سلسلة اللي هي بتعدي من على الفراغ اللي بين العمودين ده، وهتدخلي على السلسلتين اللي بعدهم وهتفضلي تكرري 4 أعمدة جوه السلسلتين وبعدهم سلسلة، يعني السطر كله هيمشي عندك 4 أعمدة سلسلة وال4 أعمدة جوه السلسلتين. هتشتغلي السلسلة وهتكملي بنفس الطريقة كده لحد ما نوصل للزاوية التانية ونيجي نكمل مع بعض. كده انت خلصتي ووصلتي لقبل الزاوية، فهتعملي السلسلة ما تنسهاش اللي هي بعد ال4 أعمدة، وهتدخلي على السلسلتين اللي عند الزاوية وتشتغلي هو نفس الكلام، هتشتغلي 4 أعمدة، 1، 2، 3، 4، وسلسلة و4 أعمدة جوه السلسلتين بتوع الزاوية اللي في الجنب التاني. دي اللي بتديكي الزيادة، يعني الزيادة في البنشول بيزيد معاكي بسبب السلسلتين عمود دول. تمام، هتفضلي تكرري بقى السطر كله هيمشي معاكي عبارة عن 4 أعمدة وسلسلة، ال4 أعمدة جوه السلسلتين والسلسلة بتعدي من فوق الفراغ اللي بعده. تمام، هتفضلي تكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة هتشتغلي سلسلة، وهنا هتدخلي على 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي السطر. تمام، احنا هنا هنغير اللون، فانت عندك اللون الخيط تحت معاكي اهو هتاخديه، احنا هنا هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل للسلسلة، فانت هتعملي ايه؟ هتدخلي كده وتخلي الخيط ده تحت الابرة معاكي. تمام، وهتعملي المنزلقة الاولى والخيط برضو تحت الابرة معاكي، وتعملي المنزلقة التانية والخيط تحت الابرة معاكي، وتعملي المنزلقة التالتة. تمام، لما هتيجي تعملي المنزلقة الرابعة هتدخلي كده وتسحبي الخيط الابيض بقى اللي هو اللون التاني. تمام، خلاص هتسيبي ده، هتدخلي كده تاخدي الخيط الابيض او اللون اللي انت هتعمليه يعني، وتسحبي كده بمنزلق كده. الخيط هيبقى باين معاكي من ورا حاجه بسيطه كده، بس انت بدل ما تقعدي تفكي وتقعدي تقصي قصدي وتغيري في لون الخيط فكده اسهل، عايزه تقصي بقى وتغيري براحتك برضو. تمام، كده احنا هنكرر السطر الاول، فانت كده اللي هتكرريه هو السطرين اللي هشتغلهم معاكي دلوقتي. هترتفعي 3 سلاسل ودول بتعتبريهم عمود، وهتشتغلي سلسلتين، هتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود. دي كده الزاوية، والزاوية دي هي اللي بتزود معانا، يعني انت هنا لما هتعدي عدد الأربعة عدد كل واحدة من ال4 أعمدة دول هتلاقي في السطر اللي بعد ده هيزيد معاكي واحدة من الجنب ده وواحدة من الجنب ده، وده بسبب التزويد هنا اللي احنا بنعمله في كل سطر، ان انت بتشتغلي الزاوية دي بتزود معاكي واحدة من ال4 أعمدة من كل جنب. هنا انت هتروحي على طول انت بتكرري السطر الاول، بس المرة دي هتشتغلي العمود سلسلتين جوه السلسلة اللي بين ال4 أعمدة، هتشتغلي عمود
وسلسلتين وعمود. فين جوه السلسلة اللي بين الأربع أعمدة؟ هتروحي على طول كده، مفيش سلاسل بقى ولا حاجة عشان ما تتلخبطيش، هي السلاسل بس بين العمودين اللي جوه السلسلة اللي بين الأربع أعمدة. هتروحي كده على طول وهتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وهتروحي برضه بعدها على السلسلة اللي بين الأربع أعمدة والأربع أعمدة اللي بعدهم، وهتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وهتفضلي تكرري كده لحد ايه ما توصلي للزاوية التانية. كده انت فضلتي تشتغلي عمود سلسلتين عمود جوه السلسلة اللي بين الأربع أعمدة والأربع أعمدة اللي بعدهم، هتروحي كده على طول تاخدي لفة وهنا عندك الزاوية. انت مش هتحتاجي بقى تقعدي تغيري، عايزة تاخدي الماركر ده تحطيه عشان كل سطر تعرفي الزاوية براحتك برضه. بعد ما اشتغلتي عمود سلسلتين عمود هتوصلي للزاوية اللي هي عندها فوقيها العلامة، هي تحتها العلامة، هتشتغلي عليها عمود سلسلتين عمود تاني وسلسلتين وعمود تالت. ده كده شكل الزاوية عندك. بعدها هتفضلي تكرري ان انت هتاخدي لفة على الإبرة وهتشتغلي عمود سلسلتين عمود جوه السلسلة اللي بين الأربع أعمدة والأربع أعمدة اللي بعدهم، هتفضلي تكرري كده لحد آخر السطر، وده لما هتيجي تكرري هو ده أول سطر في التكرار عندك. ده كده شكل السطر بعد ما خلصتيه. آخر السطر بعد ما اشتغلتيه كله بنفس الطريقة كده، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلق. تمام، السطر التاني في التكرار ده كده اول سطر هتفضلي تكرري فيه. السطر التاني في التكرار هو سهل خالص، اللي هو الاربع اعمدة سلسلة، بس انت كل اللي هتعمليه انك هتخلي الخيط كده الجنب التاني، وهتاخدي الخيط اللي انت كنت شغاليه تحت ده وتسحبي كده بمنزلق. تمام، الشكل عندك هيبقى باين زي ما انت شايفة كده، بس هيبقى مش باين قوي، بس اهم حاجة ان انت متقعديش ايه تغيري كل شوية وتقصي في الخيط. السطر التاني في التكرار بترتفعي التلات سلاسل وبتشتغلي الاربع اعمدة، التلات اعمدة والتلات سلاسل بيعتبروا هما رابع عمود، وبعدين بتشتغلي سلسلة وهتروحي على السلسلتين اللي بعدهم، ودول بتوع الزاوية، وقلنا دول اللي بيزودوا معاكي الحجم بتاع البنشو، وفي كل سطرين بيزيد معاكي اربع اعمدة سلسلة من كل جنب. تمام، السطر كله ماشي عندك بنفس الطريقه، حتى على يعني انت هتفضلي بتكرري كده حتى لما بتيجي على الزاويه، هي برضو ان انت بتشتغلي جوه كل سلسلتين اربع اعمده وبعدهم سلسله، بتشتغلي سلسله واربع اعمده جوه السلسلتين. السطر كله ماشي عندك سواء على الزاويه او مش على الزاويه، هو كله سلسل اربع اعمده سلسله، اسفه اربع اعمده سلسله لو اتلخبطت. يبقى انت كده شغاله السطر كله اربع اعمده سلسله حتى على الزاويه، يعني مش هنحتاج نشتغل الزاويه التانية. وهتفضلي تكرري كده لحد اخر السطر، وقلنا اللي بيزيد اللي بيزود معاكي هو تكرار السطر الاول عشان بتزودي عمود سلسلتين. هتفضلي تكرري كده لحد اخر السطر، اربع اعمده سلسله والاربع اعمده جوه ايه جوه السلسلتين. اخر السطر تشتغلي السلسله، ما تنسيش السلسله اللي بين الاربع اعمده وبين تالت سلسله في الزاويه في البدايه، هتدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل البداية وتقفليه بمنزلقة. وهتكرري السطرين، السطر الأول اللي هو عبارة عن عمود سلسلتين عمود، وعند الزاوية زي ما انت شايفة كده بتزودي سلسلتين عمود، وهو ده اللي بيكبر معاكي. يعني انت هنا السطر ده هتلاقيه عدده كل سطرين بتزيد معاكي واحدة من الأربع أعمدة سلسلة حسب ما انت شغالة بالمقاس اللي انت شغالة بيه. فانت دلوقتي هتفضلي تكرري في السطرين دول، وزي ما انت شايفة كده الشغل من ورا لما بدلنا الخيط باين بس كده حاجة بسيطة، ومش هتبقى باينة لانه هيبقى من الظهر، لكن لو هتقعدي تقصي كل شوية الخيط هتستهلكي خيط، وكمان هتستهلكي وقت في ان انت تقعدي تقفلي في وتقصقصي في الخيوط. تمام، كده انت هتفضلي تكرري في السطرين دول، وزي ما انت شايفة كده عطينا شكل مثلث، والميزة اللي فيه ان هو بيبقى طويل من الجناب، يعني الشكل المثلث بتاعه مش عاطي على شكل دائري شوية، مش عاطي على مثلث خالص، يبقى طويل من قدام ومن عند الكتاف كده قصير. فانت هتفضلي تكرري في السطرين دول، وانا هاجي اكمل معاكي بس لما هتيجي تنهي، هتنهي بتكرار السطر الاول عشان هعمل معاكي سطر كده يديكي شكل حلية لاخر البونشو. تمام، تفضلي تكرري في السطرين دول وتنهي بتكرار السطر اللي هو عبارة عن
عمودين ما بينهم سلسلتين. بعد ما فضلتي تكرري في نفس السطرين ووصلتي المقاس اللي انت عايزاه حسب ما انت عايزه، عايزه الطول لحد الوسط، عايزاه اطول شويه، عند ما بتنهي قلنا هننهي عند السطر اللي فيه عمود سلسلتين عمود، تمام كده انت خلاص نهيتي الشغل بتاعك، وصلتي للسطر اللي فيه عمود سلسلتين عمود على السلسله. هنا هنشتغل اخر سطر، هيعتبر نفس السطر اللي قبله بس مع اختلاف بسيط عشان يدينا شكل فستونات تعمل زينه لاخر السطر. فانت هتدخلي جوه السلسلتين اللي عند الزاويه منزلقه، وهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي 3 اعمده، 1 2 3، وبارتفاع ال3 سلاسل كده اشتغلتي ال4 اعمده اللي متعوده تشتغليهم. هنا كنت بتشتغلي سلسله وتعدي من فوق العمود، هنا هتشتغلي في السطر الاخير ده عمود، فوق العمود هتشتغلي عمود مش سلسله بقى، جوه السلسلتين هتشتغلي نفس ال4 اعمده، 1 2 3 4، يبقى هي الاختلاف، بدل السلسله عملتي عمود عند الزاويه. اما هنا كنت بتشتغلي سلسله وبعدين بتشتغلي 4 اعمده جوه السلسلتين، فانت هنا بدل ما بتعملي سلسله هتنزلي وتعملي غرزه حشو ما بين العمودين، اشتغلتي غرزه حشو بين العمودين، هتروحي برضو على السلسلتين وهتشتغلي نفس ال4 اعمده، 1 2 3 4، وما بين العمودين بدل ما بتشتغلي سلسلة هتشتغلي غرزة حشو، وده هيديكي شكل فستونة كده حلية لآخر البنشو من تحت. هتكرري جوه السلسلتين هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وما بين العمودين هتشتغلي غرزة حشو، وهتفضلي تكرري بالطريقة دي 4 أعمدة، 1 2 3 4، فين؟ جوه السلسلتين. اما ما بين العمودين هتشتغلي غرزة حشو، وزي ما انت شايفة كده هيديكي الشكل الجميل ده. هتفضلي تكرري كده لحد ما نوصل للزاوية التانية، وهاجي اوريكي هنعملوها ازاي ونقفل البنشو بعد كده. كده انت فضلتي تكرري في ال4 أعمدة جوه السلسلتين وحشو ما بين العمودين لحد ما وصلتي للزاوية. قبل ما توصلي للزاوية هتدخلي على المسافة اللي هي الفراغ اللي ما بين العمود والعمود، وهتشتغلي الحشو، وعند الزاوية هتشتغلي 4 أعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3 4. فانت اشتغلتي حشو قبل قبل العمود اللي بتاع الزاوية وعلى السلسلتين، دخلتي اشتغلتي 4 أعمدة على العمود، هتشتغلي عمود بدل ما تشتغلي سلسلة هتشتغلي عمود، نفس اللي اشتغلناه في الجنب التاني، وجوه السلسلتين هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وبعدين هتشتغلي غرزة حشو ما بين العمود والعمود على الفراغ اللي ما بين العمود والعمود، وهتفضلي تكرري جوه السلسلتين 4 أعمدة، 1 2 3 4، وعلى الفراغ اللي بين العمود والعمود اللي هما فوق ال4 أعمدة بتعملي غرزة حشو. هتفضلي تكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب التاني، وكده هيبقى ده قفلة البنشو. اخر السطر بعد ما فضلتي تكرري 4 أعمدة على السلسلتين وبعدين حشو ما بين العمودين، اشتغلتي اخر 4 أعمدة، ما تنسيش تشتغلي الحشو اللي ما بين العمودين، اللي ما بين العمود وال3 سلاسل ارتفاع، هتدخلي على تالت سلسلة وهتقفلي خلاص كده، هتدخلي وتسحبي الخيط منزلقة كده، وبعدين تسحبي اللفة وتقصي الخيط وتقفلي بقدرة التقفيل. بعد ما قفلتي كده وثبتي جامد، هتقفلي بإبرة التقفيل من ورا، هتفضلي رايحة جاية كده بالراحة على الشغل من ورا عشان ما يفكش منك. ده كده هيبقى شكل البونشو عندك بعد ما خلصتيه، هيبقى شكل البونشو عندك من تحت بالطريقه دي، شكله حلو جميل اهو. دلوقتي احنا فاضل لنا بقى نشتغل حوالين الرقبه عشان ندي شكل حليه للرقبه من فوق. اخر السطر اللي هنلف حوالين الرقبه بيه، فهتعملي عقده البدايه
هتدخلي تركبيها فوق العمود اللي في النص، يعني انت عندك 3 أعمدة دول، هتركبيها فوق العمود اللي في النص وهتعملي خمسة سلسلة كده. تمام، جوه السلسلتين هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3، قرب كده. تمام، اشتغلتي كده فوق ال3 سلاسل، اشتغلتي فوق السلسلتين، اشتغلتي 3 غرز حشو، ما بين العمود والعمود هتشتغلي غرزة حشو. هتفضلي تكرري كده جوه السلسلتين 3 غرز حشو، 1 2 3. هنا عندك العمودين كنت شغلاهم على سلسلة، هتدخلي جوه السلسلة دي وهتشتغلي غرزة حشو. ده اللي هتفضلي تكرري فيه، هتفضلي على السلسلتين هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3، وعلى السلسلة اللي عليها العمودين اللي كنت شغالة عليها العمودين في البداية خالص هتشتغلي غرزة حشو. 3 غرز حشو على السلسلتين، 1 2 3، وعلى السلسلة اللي كنت شغالة عليها العمودين هتشتغلي غرزة حشو. وهتفضلي تكرري كده السطر كله حوالين الرقبة، على السلسلتين هتشتغلي 3 غرز حشو، وهتشتغلي على مطرح السلسلة اللي عملنا عليها العمودين هتشتغلي غرزة حشو لحد آخر السطر. بعد ما اشتغلتي السطر كله على السلسلتين 3 غرز حشو، على مطرح ما العمودين اتقابلوا على السلسلة كده، عملتي غرزة حشو، يعني يعتبر الجزء ده اشتغلتي 4 غرز حشو. بعد الآخر خالص هتدخلي على آخر سلسلة كده وهتقفلي بمنزلق وهترتفعي سلسلة، وهتفضلي تكرري على كل غرزة حشو هتشتغلي غرزة حشو كده. الرقبة هتضيق معاكي عشان غرز الحشو بتضيق الشغل معي، فانت هتفضلي تشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد اخر السطر، وهتكرري كده سطرين او 3 حسب ما انت عايزة الرقبة شكلها ايه. انا هشتغل كمان فوق السطر ده سطرين كمان، يعني هيبقى عندي 4 سطور. انا كده اشتغلت سطرين كمان فوق السطر الاولاني، يعني اشتغلت 3 سطور بس عشان لقيتهم هيعرض معايا قوي لو اشتغلت 4 سطور. هنا هتشتغلي في الاخر سطر فستونات، فهترتفعي سلسلتين وفي نفس المكان ده هتشتغلي عمودين، 1 2. تمام، يبقى ارتفعتي سلسلتين واشتغلتي على اول غرزة حشو عندك عمودين، هتسيبي حشو 2، وفي التالتة هتدخلي تعملي منزلقة، ده كده اسمها فستونة. هتعملي سلسلتين وفي نفس المكان اللي اشتغلتي عليه المنزلقة هتدخلي تشتغلي عمودين، 1 2، وهتسيبي حشو 2 وجوه التالتة هتشتغلي منزلقة. وهتفضلي تكرري السطر كله بالطريقة دي، تشتغلي سلسلتين وفي نفس المكان اللي فيه المنزلقة هتعملي عمودين، وهتسيبي حشو 2 وجوه التالتة هتعملي منزلقة، سلسلتين وفي نفس المكان اللي فيه المنزلقة هتشتغلي عمودين، وهتسيبي حشو 2 وفي التالتة هتعملي منزلقة. ده هيبقى النهاية عندك شكل الفستونات بالطريقة دي عند الرقبة. انت طبعا ليكي حرية الاختيار، عايزة تعمليها بأي شكل زينة زي ما انت عايزة، بس انا هنا عملتها لك فستونات، هتكملي كده لحد آخر السطر. بعد ما وصلتي لاخر السطر واشتغلتي كله فستونات بنفس الطريقه، هتدخلي على اخر غرزه وهتسحبي كده بمنزلقه، وبعدين كانك هتعملي سلسله كده وتسحبي الخيط وتشدي فتلك طويله شويه كده عشان تعرفي تقفليها بإبرة التقفيل، وتقصي وتثبتي، وكده انتي خلصتي الرقبه بتاعت البونشو. تمام، هنقفل بقى بإبرة التقفيل. بعد ما خلص الرقبة معانا هعمل معاكي وردة كده وسلسال، وهندككها على الرقبة بحيث ان انت لو عايزة تربطي، لو طلعت الرقبة واسعة معاكي او لو عايزة تربطيها يبقى شكل حلو كده، ده براحتك، مش عايزة تعمليها بلاش. انت هتجيبي الخيط اي لون بقى من الاتنين، بس انا هنا اخترت طبعا لون الغامق عشان الرقبة عندي فاتحة. وهتعملي عقدة البداية وهتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبعدين هتاخدي لفه على الابره وهتدخلي على اول سلسله دي هتشتغلي عليها عمود، وبعدين هتدخلي برضو على اول سلسله وتشتغلي عليها عمود كمان،
يبقى كده ايه، اشتغلتي سلسلتين وبعدين على اول سلسلة اشتغلتي عمودين، هترجعي تشتغلي عليها غرزة حشو، وهترتفعي سلسلتين، وهتاخدي الخدة معاكي تحت الشغل كده، هتدخلي جوه نفس السلسلة برضو وتشتغلي عمودين، واحد اتنين، وهتدخلي جوه نفس السلسلة برضو هتشتغلي غرزة حشو. انت كده احنا كده بنشتغل وردة صغيرة، هترتفعي سلسلتين وهتدخلي جوه نفس السلسلة وهتشتغلي ايه عمودين، واحد اتنين، وترجعي جوه نفس السلسلة وهتشتغلي منزلق، تمام. وهتقصي بقى الخيط عشان الخيط احنا كده كده ايه اخدينه تحت الشغل معانا. هنا هتشتغلي سلسال حسب الطول اللي انت عايزاه. اديكي شايفة وردة جميلة وسهلة، اشتغلتي سلسلتين ودخلتي على تاني سلسلة، اشتغلتي زي ما انت شفتي كده، تمام. هنا هتشتغلي عدد من السلاسل لحد طول اللي انت عايزاه للسلسال اللي هتلفيه حوالين الرقبة، هتشتغلي عدد من السلاسل زي ما انت عايزه. بعد ما اشتغلتي الوردة واشتغلتي عدد من السلاسل حسب طول الرقبة، حسب ما انت عايزه السلاسل تبقى نازلة ازاي، الرباط يبقى نازل ازاي، هتسيبي حتة فتلة كبيرة كده قيمة الأعمدة اللي احنا هنشتغلها في الوردة، عشان هنشتغل بعد ما ندكك الشغل هنشتغل الوردة دي تاني، فانت هتسيبي فتلة كده. طبعا انت هتبقي عارفة مثلا اشتغلنا هنا حوالي 6 أعمدة وسلاسل، يعني هتسيبي قيمة الشغل اللي انت اشتغلتيه ده وهتقصي عشان هندكك ما يبقى صعب علينا والخيط لسه موجود معي. لو انت عندك بنسة شعر هتركبي الفتلة دي كده اللفة في بنسة الشعر ايه وهتدككيها، اما لو ما عندكيش هتعملي زي ما انا عملت كده، هتسحبي اللفة طويلة كده وتدخليها في ابرة التقفيل، هدخلها واجي اوريكي بقية الشغل. بعد ما دخلتيها او حطيتيها في البنسة زي ما انت عايزة، هتدخلي كده فوق العمود اللي كان عندك في النص عشان يبقى الشغل عندك في النص بالظبط. عندك هنا 3 سطور، هتدخلي على تاني سطر، تمام، وهتفضلي كده تدخلي الابرة وتعديها من الناحية التانية وتعدي الشغل. هيبقى صعب معاكي شوية بس انتي طبعا هتعديه بشويش، وزي ما انتي شايفة اهو، اهم حاجة وانتي بتدخلي الابرة تبقي عارفة ان انتي ما سحبتيش فتلة معي، هتسيبي واحدة وهتدخلي على اللي بعدها. اهم حاجة انا عندي هنا بس عشان الخيط عبارة عن كذا فتلة بيشبك، لكن لو هو فتلة واحدة مش هيشبك معاكي، هتسلكي كده تدخليها، ولو طبعا ببنسة الشعر هيبقى اسهل لك خالص. هتفضلي تعملي كده، تسيبي 1 2 وتدخلي على التالتة، وتسيبي 1 2 وتطلعي من التالتة اللي بعدها، هتفضلي تعملي كده لحد ما تعدي الرباط اللي انت عاملاه ده، تمام، لحد ما تطلعيه من الناحية التانية قصاد بالظبط الحبل من الناحية دي. بعد ما ركبتي خلاص الرباط زي ما انت شايفة كده، تمام، هنيجي بقى نشتغل الوردة اللي من الجنب التاني نفس الطريقة. هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي على تالت سلسلة وهتشتغلي عليها عمودين، وفي نفس السلسلة هتشتغلي حشو او منزلقة. الصراحة مش فاكرة اشتغلتها حشو ولا منزلقة، بس انت تشتغلي حشو او منزلقة زي بعضه، وبعدين تشتغلي سلسلتين وعمودين وهي هي نفس الطريقة، وسلسلتين وتشتغلي عمودين. يعني هي المهم عندك ان انت هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي عمودين وهتدخلي جوه السلسلة هتشتغلي حشو او منزلقة، تمام. خلاص انت كده عملتي الوردة التانية، هتدخلي جوه السلسلة من اي سلسلة منهم كده وهتسحبي عشان تثبتي الوردة وتبقى واقفة معاكي ما تبقاش مايلة، وهتسحبي لفة وخلاص كده هتقصي الخيط وهتثبتيه بقى بإبرة التقفيل من ورا كده. خلص خلاص البونشو معانا وعملنا الرباط، هتربطيه بالطريقة دي كده وهيبقى نازل بالشكل الحلو ده، سهلة وبسيطة. عايزة تعمليها تعمليها، مش عايزة تعمليها خلاص، عايزة تعملي بدل الوردتين دول تعملي كورتين الصوف دول براحتك. وزي ما انت شايفة البونشو سهل خالص وبسيط وما بياخدش كمان وقت ولا بيسحب معاكي خيط، تمام. كده انا خلصت معاكي، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.